100 جنيه زيادة على التموين و300 جنيه علاوة غلاء المعيشة، والحد الأدنى للأجور بقى 3000 جنيه. محدش يقدر ينكر إجراءات الحكومة، وده علشان تسند المصريين في وقت الأزمة. بس السؤال دلوقتي، هل ده كفاية؟ طيب 2023 هيبقى فيها زيادة جديدة ولا هتفضل على قديمه؟ تعالوا مع بعض نشوف حكاية ال 300 مليار جنيه. مجموعة إجراءات للحماية الاجتماعية أعلنتها الدولة لغاية يونيو 2023، من أهمها 100 جنيه زيادة للأسر المحتاجة على بطاقة التموين، و200 جنيه للبطاقة اللي عليها أسرتين أو ثلاثة، وكمان 300 جنيه للبطاقة اللي عليها أكتر من 3 أسر. ده غير كمان 300 جنيه علاوة غلاء استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات. بس رغم كده الناس شايلة هم الأسعار الفترة اللي جاية، خصوصا بقى بعد ما اتفقنا على قرض صندوق النادي الدولي بقيمة 3 مليار دولار. من ساعتها والناس بتسأل، هل هيبقى في زيادة تانية في الطريق ولا الصندوق هيرفض؟ مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء طلع علشان يجاوب على سؤال مهم، هل يشترط صندوق النادي الدولي على الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية؟ هنا المركز أكد إن الصندوق ما فرضش أي شروط بخفض الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بالعكس الصندوق بيدعم توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج دي. وعلشان كده مصر بتستهدف بعد الاتفاقية الأخيرة مع صندوق النادي الدولي زيادة دخل العاملين بالدولة، وزيادة مخصصات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وزيادة عدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة لخمسة مليون أسرة. طيب ازاي ده هيحصل؟ كده كده في علاوة دورية للموظفين بتتصرف اول شهر 7 من كل سنة، بس في 2022 وعلشان الظروف الصعبة الحكومة قدمت ميعاد صرفها لمرتب ابريل، فهل ده وارد يحصل السنة دي برضو؟ لسه مش عارفين. كمان البنك الدولي اعلن عن 500 مليون دولار في طريقهم لمصر، والهدف من الفلوس دي حسب نص بيان الحكومة دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الامان والحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة. ده غير كمان اعلان الحكومة عن رفع الحد الادنى لاجر الاشتراك التأميني علشان يبقى 1700 جنيه بدلا من 1400، وكمان زيادة الحد الاقصى لاجر الاشتراك التأميني ل 10900 بدلا من 9400. حسب القانون ده كل سنة هيبقى في زيادة للحدين الادنى والاقصى للاشتراك التأميني. ده ضمن خطة الحكومة لاصلاح نظام التأمينات الاجتماعية علشان تحسن من قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم وصرف المعاش. يعني ببساطة كده الحكومة هتزود المبلغ المطلوب للاشتراك في التأمينات، وفي المقابل هتزود من قيمة المعاش اللي هتصرفه. وبداية من عام 2023 الحد الأدنى للمعاشات هيبقى 1105، والحد الأقصى للمعاش هيبقى 8720. الوقت نفسه الحكومة مخصصة كمان حوالي 320 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي، واللي بدأت بالفعل من 1 يوليو 2022 وهتخلص في 30 يونيو 2023. أما بقى لو بنتكلم عن التموين، فتصريحات الحكومة بتأكد إن الدعم زي ما هو، لكن مفيش أخبار عن زيادة قيمته. وعموماً 2023 على الأبواب، وهنشوف الحكومة هتصرف 300 مليار دول في إيه، وهل ال 500 مليون دولار بتوع البنك الدولي هيضموا ناس جديدة في تكافل وكرامة ولا لأ؟